فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نظرا لرغبة الناس عندنا بتقصير صلاة التراويح وتخفيفها، فإن الإمام خففها جدا لرغبة هؤلاء الناس، ثم بعد الانتهاء قام مع بعض الشباب وتعاونوا فصلوا 8 ركعات بما شاءوا من القرآن، هل يجوز مثل هذا؟ تخفيف المخل لا يجوز، تخفيف المخل ما يجوز، أما التخفيف غير المخل فلا بأس به. صحابة خففوا صلاة التراويح وصلوها 20 ركعة مع 27، لأنهم خففوا الكيفية وزادوا في العدد، زادوا في العدد. فالتخفيف الذي لا يخل بالصلاة لا بأس به، بل هو مطلوب، أيكم أما الناس فليخفف، أما التخفيف الذي يخل بالصلاة هذا لا يجوز، وهذا يبطل الصلاة لأنه يفقد الطمأنينة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، جاء وسلم عليه قال: صل فإنك لم تصلي، إلى أن فعل هذا 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.